Bato é muito. Today come from 16 countries and speak 21 languages. If there's anything we can do to help you, please let us know. Thank you for your cooperation. You will safely show a comfortable journey. Something for you? Thank you.
مرحبا بكم على بدء هذه الرحلة. نرجو منكم الانتباه الكامل بينما نعرض لكم تعليمات السلامة على بدء رحلة طيران الإمارات. يجاوزه الامتعاء لإحكام في الخزائن العلوية. في حال كنت في مقصورة الدرجة الأولى يرجى استخدام بطاقة التخزين المتاحة. في الدرجة الاقتصادية يمكنك أيضا استخدام الحيز أسفل المقعد الذي أمامك. أثناء الإقلاع والهبوط يجب إغلاق الحواسيب المحمولة وتخزينها في صورة صحيحة، ويجب تحويل أي هواتف محمولة أو حواسيب روحية إلى وضع الطيران. بعد الإقلاع سيعلمك الرقم متى يمكنك تشغيل الإنترنت اللاسلكي وتفعيل خاصية الجوال. في حال سقوط الهاتف أسفل المقعد يرجى طلب المساعدة من أفراد الطاقم لإيجاده. يرجى عدم تحريك المقعد حيث إن ذلك قد يلحق الضرر بالهاتف وبطاريته. يرجى الآن إعادة شاشة الفيديو وطاولة الطعام وأسند القدمين إلى أماكنها، وإبقاء الستائر مفتوحة، وإعادة المقاعد إلى وضعها المستقيم. عندما تضيء إشارة ربط الأحزمة يجب أن تجلس وتربط حزام الأمان. اربط الحزام بوضعية منخفضة ومحكمة ومرره على البطن وعدله بسحب الشريط. وانفك الحزام، ارفع الغطاء المعدني. يوصي بربط حزام الأمان في جميع الأوقات طوال الرحلة، ويرجى ربطه فوق Your window blinds should be open and your seat in the upright position. Whenever the seatbelt sign is switched on, you should be seated with your seatbelt fastened. There are 6 emergency exits on the upper deck. If needed, lights at floor level will direct you to the nearest exit. Please remove high-heeled shoes and leave all baggage behind if evacuating. The safety card in your seat pocket shows the life jacket location, under or to the side of your seat. When instructed, remove it from the container and pull it over your head. Bring the tape around your waist and fasten in front, pulling firmly to secure. Only inflate your life jacket when leaving the aircraft by pulling the 2 red toggles sharply downwards. You can also inflate or top up the life jacket by blowing into the mouthpiece and use the whistle to attract attention. In the unlikely event of a landing on water, cabin crew will distribute life jackets for infants and children. Your cabin crew will now pass through the cabin carrying out the final safety check. Enjoy your flight with Emirates.
play against someone else and prove you're the champ. Switch to the air show channels and know exactly where you are in the world. Find out what's below, how fast we're flying, and when we'll arrive. Or simply enjoy the view with our external cameras. Stay up to date with live text and headlines updated throughout the flight. Or connect via mobile data roaming or great value Wi-Fi and share your journey with family and friends.
the restaurant. Thank you.
قدرت حضر الخزية 5 مع 5 درجات الحرارة. الأجزاء القائمة مربوطة إلى انتطاق إشارة تحصيلات المقاعد. قد الأنظمة المحلية يجب على جميع الركاب الالتزام بارتداء قناع الوزن لأن مغادرة الطائرة وداخل مبنى مطار دبي الدولي. إذا كنت ستزور إكسبو 2020 دبي فيجب عليك تقديم شهادة لقاح أو اختبار PCR سلمي تم إجراءه في غضون 72 ساعة قبل الدخول. نظمت مطارات دبي منشآت مجانية لاختبار كوفيد-19 للمسافرين المطلوب اختبارهم عند الوصول وكذلك لجميع الزوار غير المطاعمين. يقع مركز الاختبار في منطقة الاتصال قبل منطقة الوصول وسيكون أحد موظفي طيران الإمارات في المطار متاحا لإرشادكم وفق ذلك. يمكنك أيضا اتباع الدفترات المؤدية إلى صالة الاختبار الخاصة بنا وإظهار تذكرة إكسبو 2020 للحصول على اختبارك المجاني. فإذا كان لديك شهادة PCR صالحة يرجع إبقاءها جاهزة لتقديمها إلى الموظفين عند الوصول. أود أن أشكركم لسفركم مع طيران الإمارات بالتعاون مع الجوية المالكية وطيران قطر. كما نرجو أن تكونوا قد استمتعتم برحلتكم. آمنين أن نكون في خدمتكم مرة ثانية مستقبلا. سيداتي وسيادتي يرى الحفاظ على مسافة آمنة من الركاب الآخرين أثناء مغادرة الطائرة وشكرا لكم. Ladies and gentlemen, welcome to Dubai International Airport, where the local time is 12:05 and the temperature is 25 degrees centigrade. Please keep your seatbelt fastened until the seatbelt sign has been switched off. Due to local regulations, please keep your face mask on when leaving the aircraft and in the airport. If you are visiting Expo 2020 Dubai, you must show either a vaccine certificate or a negative PCR test taken within 72 hours before entry. We are offering a free of charge PCR test to all unvaccinated visitors for entry to Expo 2020 Dubai. The testing lounge is located just before immigration and our team will be there to guide you. Simply show your Expo 2020 ticket to get your free test. If you're already required to take a test on arrival in Dubai, your certificate will be valid for 72 hours to use for entry to Expo 2020. We thank you for flying Emirates in partnership with Malaysia Airlines and Qantas. We hope you enjoyed your flight and we look forward to seeing you again soon. Can I cope with the orders and cross-check, please? Thank you for the flight.